طيب فهمنا فهمنا، في مجال انا احكي كلمه؟ يا عم شو بدك تحكي؟ اذا قريبك قتل مرته عن سبع اصرار وتصميم. يا عم فهمنا قتلها، بس قتلها لانها وحده. هاي خليك مؤدب. خالي بشرفك رح تخرب لي بيتي. اسكت انت فيك واحد خروف. لك لك لك، اذا بعد بتفلت بهالحكي انا بكبك برا. ولك اصلا انا ما كنت جاي لما هيدا بيسلم اجري لعجي معه، خلصيني منه ومن مشاكله ولا فيه ومن اللي جابه. لك انت زدت كثير، وبعد كلمه من هالنوع رح اطلب الامر يكبوك برا. خالي بشرفك هيدي جريمه شرف. لا بشرفك انت بتعرف بالشرف انت، روح فيك. شو؟ ما رح تفهم يا حراس. ولك يا عم روح انت والحراس، طول بالك يا عم. شو يعني واحد فات على اوضه نوم ولقى مرته عم مع واحد ثاني، شو بيعمل لها؟ بيعمل لها مهلبيه؟ بيعمل لها رز بحليب؟ بيحط لها شويه بوظه؟ بيفتح لها شامبان؟ ولا بيحمل لها المنشفه؟ طبعا بده يشيل فرده ويكل اللي بتسرع. يا حراس تعوا طلعوا هالمجنون لبرا. خليني اجي طلعوا لبرا. خلصينا منه. والله خليك يا عمي، انا شو بدي اعمل فيه لابن اختي؟ عندي مليون شغله. ابن اختك راحت علي يا خالي. اذا ترجع بتعرف شو؟ شو رح اعمل بابن اختك؟ كنت رح اعطيك 10 سنين، بس هلا رح تاخذ مؤبد. مؤبد؟ مؤبد؟ كيف كمان شو مؤبد؟ طول بالك يا عمي، شو مؤبد؟ قتل اول مره يمكن يقتل ثاني مره بالحبس، هذا دخيلي. خالي سكر على الباب. سكر نيعك احسن ما سكر لك نيعك. لا خلينا شو لايكي غير هالحكم احسن ما بلش. شو؟ ايه رح غير الحكم لانه هو بيستاهل اعدام. اعدام؟ برافو، اعدام منيح، اعدام اعدام منيح. ما تبكي ما تبكي يا ابن اختي، والله عم بخدمك انا، بكره بدك تشكرني لانه انت اول ما تفوت على الحبس دغري بدوني لانه عندك انت يعني والله ما راح يضل حدا. ولك فوتبول بده يلعبوا فيك جوا انت، ولك باسكت بده يلعبوا فيك انت، هلا بتطلع بتنشني وبتحل عن لك. غاب عني لك، في عني فيك وبالخلقت خذوه.